فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأت الحامل الدم فهل يعتبر من الحيض؟ إذا رأت الحامل نزول الدم، الحائض لا، الحامل لا تحيض، الذي ينزل عليها ليس حيضا وإنما هو فساد أو نزيف. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.